الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا من بين أهم كلاسيكيات السينما العالمية، وقد صنع نجاحها النقدي والجماهيري كونها تحتفي بتفاصيل وتعطي الوقت للمشاهد كي يتتبعها لتكون مجتمعة في أجزاء الثلاثة، ملحمة سينمائية قل أن تتكرر. من بين أهم المشاهد في الجزء الأول من العراب مشهد عرس ابنة دون كورليوني، والذي يفتتح به الفيلم والذي يعرفنا بشخصيات الفيلم، وخصوصا فيتو كورليوني الذي بإمكانه أن يقيم عدالته الخاصة بل انتقام ممن اعتدى على فتاة شابة يلتجئ أبوها إليه طلبا للانتقام. وفيما يقارب النصف ساعة تنتقل الكاميرا بين مكتب العراب وحديقة بيته حيث يقام العرس بحنكة لا يمتلكها سوى كبار المخرجين، بحيث يبدو تحكم كوبولا في إطارة لقطاته وتوزيعه للممثلين في الفضاء المصور واستعماله للمونتاج بشكل لا يجعل المشاهد يمل، متنقلا بتوازن تام بين لقطات داخلية بطيئة تغلب فيها الحوارات وأخرى خارجية ممتلئة بالحياة والحركة. مشهد آخر مهم في الفيلم هو ذاك الذي نتابع فيه موت العراب الدون كورليوني، ويلخص نظرة المخرج للحياة من خلال لعب فيتو كورليوني مع حفيده ثم سقوطه فجأة بعد ذبحة صدرية مفاجئة أصيب بها هو الذي لم يستطع سبع رصاصات اخترقت جسده قبل ذلك أن تصيبه في مقتل. التيمات الأثيرة لدى كوبولا التي تتردد في أفلامه هي موضوعات الأسرة والزمن وما يفعله به الناس ومصائرهم، لكن التيمتان تظهران بقوة في ثلاثية العراب بحيث أنهما تشكلان البنية الأساسية التي يقوم عليها أو تقوم عليها الأفلام الثلاثة من خلال مسار الشخصية الرئيسية مايكل كورليوني الذي يبدأ كإنسان مسالم ليدخل بالتدريج إلى عالم المافيا والجريمة، وحتى حينما يقرر التوبة والبعد عما هو غير قانوني في الجزء الثالث يتبعه الماضي بلعناته وبدراعه السوداء، بحيث ينتهي هذا الجزء الأخير بمقتل ابنته الأثيرة. لكن يظل الثابت وغير متغير بالنسبة لمايكل كورليوني هو اهتمامه الكبير بأسرته التي تظل بالنسبة له بمثابة الأمر المقدس الذي لا يجب المساس به. وهنا نجد أشياء حميمية لكوبولا بخصوص أسرته وضفها في ثلاثيته الكلاسيكية هاته، بحيث يصبح العراب فيلما حميميا يضم رؤية مخرجه وبعضا من سيرته الذاتية، عرف كيف يديبها في أحداث درامية ركيزتها الأساسية عائلة إيطالية أمريكية من عائلات المافيا أو لاكوزا نوسترا. ومن الملاحظ في ثلاثية كوبولا أنه أنسن شخوص المافيا بشكل جعل المشاهد يتعاطف معهم ويجد تبريرات لما يقترفونه من أفعال. من أهم نقط القوة في ثلاثية العراب التمثيل الجيد، إذ لا يمكننا نسيان شخصية فيتو كورليوني التي أدها باقتدار الممثل الكبير مارلون براندو والتي نال عليها جائزة أوسكار أفضل الممثلين، وشخصية مايكل كورليوني والتي قام بها آل باتشينو، إضافة إلى كل من روبرت دينيرو وجيمس كاينو وروبرت دوفال وآخرين تميزوا بعد ذلك كأندي غارسيا في الجزء الثالث في دور ابن الأخ مايكل كورليوني، مع العلم أن دينيرو وآل باتشينو كيانا غير معروفين إلى حدود تمثيلهما لدورهما في العرب. وتظل أهم شخصية في الثلاثية هي شخصية مايكل كورليوني التي أداها باقتضاء الباتشينو، وتكمن صعوبة أدائها في كونها شخصية تتطور بشكل بطيء من كونها شخصية هادئة ومسالمة وبعيدة عن عالم المافيا والإجرام لتجد نفسها بالتدريج وببطء تدخل في هذا العالم الموبوء وبدون رغبة منها تقريبا، وكأننا بالمخرج والكاتب يقولون لنا أنه هو القدر الذي يرسم لنا مسارات غير تلك التي أردناها لأنفسنا في الحياة.
على العموم، فإن ثلاثية العراب وخصوصا الجزئين الأولين سيظلان في وشم الذاكرة السينمائية للأبد. كلما صدرت لائحة الأفضل وأهم الأفلام السينمائية في تاريخ السينما إلا وجدناهما ضمن العشرة الأفلام الأوائل في تصنيف النقاد ومهني السينما. المشاهد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.